البال هد الحال والمال قتل الضماير ميزان العدل ما وانا صامد مذهول لو احدي بوجه الغول يا رب العدل والحنان انسان سكن الشيطان بس يا باشا الست سوسن نائبتك شو بها؟ شو الضمان إن ما تفضحنا إذا اختلفنا معها شي يوم أو إذا إجا ظرف طارئ؟ لا من جهة سوسن اطمن مضمون على الآخر ومثل الخاتم بإصبعتي. أنا عم بحكي بس لألفت نظرك والباقي تقديره بيعود إلك بالنهاية. ولا همك وما اللي أنت رح تصرف وبدي اياك تسلطن على الاخر. طيب شو رايك نشرك وليد معنا؟ شو الحكمه؟ يعني ممكن اذا صار ما صار نورطه بكل المصاري. اوكي تصرف انت بس بدي اياك هالمره تضبطها مزبوط ما بدي ولا غلط. بس يا باشا ماني نسيانك حاسب هالحساب. الله على هالجو ما احلى. يا اصحاب الدار في حدا هون؟ شو هالصوت هاد؟ يمكن صاحبك ابو فايز. لا رجف قلبي لما سمعت الصوت هاد. قوم يا ناصر قوم شوف منو هاد. حاضر بابا. شبك منصور كانه الاول مره بتستقبل ضيف. لا لا يا عليا هذا الصوت وقت سمعته رجف قلبي من جوا. لا تستعجل على رزقك هلا بيجي بتعرف مين. اهلين بعمي ابو جميل والله لو بتعرف قديش الولد كان يحكي لنا عنك. لك يا منصور الظاهر كبرت وخرفت وخف سمعك. معقول؟
عبد الجليل. عبد الجليل اهلي على السلامة يا عبد الجليل. منصور اهلين. 10 سنين 10 سنين يا قاسي. كبران وحليان. لك بعد خلينا نسلم على ام ناصر. كيفك يا عليا؟ الحمد لله على السلامة. عم بعزمك. يا اهلا وسهلا. تفضلوا تفضل. يا الله يا اخي مشوار بعيد بيتك. يا اهلا وسهلا فيك. والله اشتقت لك. والله انا كمان اشتقت لك يا زلمه. اللي بيشتاق للتاني ما بيغيب 10 سنين. كنا ايام زمان نقول الايام عم تقلب قلب. هلا سنين عم تقلب قلب. اخ يا منصور لك الدنيا طاحنتني. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك. هلا قيمنا من الحكي كله. عنا وقت كتير نحكي فيه. هات يا ناصر هات لك شي سيخ مثل الفستو. ها لا 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 لحظه. بدك تسمح لي طالما في مشوي انا اللي بدي اشوي، لاني صار لي 30 سنه ما عادت ورا سيخ لحمه. بعد من هون الله يريحكم مثل ما ريحتوني يا عمو. يلا صرت. وراح اعمل لكم بريق شاي على الفحم اكرك على جنب. يلا يلا خذ هي لا تصغر حط لي اياها هون. هات حبيبي هات. ايه يرحم ايام زمان. اخ وينها وينها هي وينها هي وين السياخ؟ لك وين السياخ يا ناصر؟ اليوم عجم. يلا عجم. يلا خذ هي لا تصغر حط لي اياها هون. هات حبيبي هات. ايه يرحم ايام زمان. اخ وينها وينها هي وينها هي وين السياخ؟ لك وين السياخ يا ناصر؟ اليوم
اهلا حبيبي. تسلم لي انت حبيبي حبيبه لماما. فرشيت اسنانك؟ ايه شممي كمان. الله شغله تجنن. تصبح على خير. انت من اهلا. يلا تغطى منيح مامي. تصبح على خير. جميل في ماما يا نديم. ماما نديم بسم الله حولك. في ماما في يلا فيقوا يا اولاد. شوفي شوفي ما تخافوا تقوموني ما تخافوا. بس ابوكم لهلا ما اجى. لهلا ما اجى؟ لا قد ايه الساعه؟ 3:10. 3:10 طلع الظهر حتى غدا ما تغدى. ليش ما تغدى ماما؟ لانه هذا صهركم يسري كبر معه بالكلام فزعل وترك البيت وراح. يسري كبر بالكلام مع ابي؟ اي والله يا امي. يلا تقبروني قوموا دوروا عليه. انا كثير قلقانه يا امي. اوام الله يرضى عليكم. اوام يلا امي يلا امي. يا سيدي جاي على بالي اقتلوا هذا يسري. طول لي بالك ان شاء الله لاقي تاكسي هلا. انا معي سياره. معك سياره كمان؟ سمعتك حبيبي. شوفي لا ابدا ما ازعجتني بس يعني قلقتني عليك. شو عم تحكي؟ معقول؟ طيب طيب هدي 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 شوي. اوكي حبيبي اوكي فهمت عليك. انا رح اتصرف. خلص هدي باي. شو كان رقم هاي سلوان؟ ايه الو مرحبا. انا اسف عم بتصل بالوقت المتاخر. انا سراب خطيبة الجميل ابن القاضي عبد الجليل. اسف اذا ازعجتك واتصلت فيك بوقت متاخر كتير بس الحقيقه انه عمي من امبارح ما رجع على البيت
ونحن كثير قلقانين عليه. قلنا لحالنا بلكي بتكوني بتعرفي أي شيء عنه. عفوا؟ كيف ممكن أعرف وين القاضي عبد الجليل بهالوقت؟ لا ما شفته. طيب اسألوا عنه. عند أهله، عند إخواته، بالمستشفيات لا سمح الله. ما بعرف شو بدي أقولك. أنت هيك ربطتي لي إيدي، ما عاد عرفانة شو بدي أتصرف. طيب طيب من فضلك سراب، بمجرد ما عرفتوا عنه أي شيء خبريني. الله يوفقك. الله معك. ولو خير. صباح الخير ابو جميل. شو منصور لسه ما فاق؟ اي تصور يكون لسه ما فاق، له ساعتين فايق وراح البستان كمان. لا والله إيه، انا فقت مع طلوع الشمس وقلت لحالي وفايق بكير كتير. ما شاء الله حولك، مو النوم ساعه واحده هون احسن من 5 ساعات عندكم. يا الله، تعرفي هاي الشجره لما كنا صغار اعتبار بيت اهله كانوا كنا نتعرمش لفوق ونتخبى. عفريت. صلى على هذيك الايام. عليا ليلي، كيف هو منصور معك؟ منصور؟ منصور سيد رجال الدنيا كلها. بحياتي ما حسيت بالضيم معه، ولا حدا ظلم قدام منصور، وبيحب كل الناس وكل اصحابه. وعلى فكره انت اغلى صاحب عنده، على طول بيقول لي يا ترى شو عم تعمل هلا يا عبد الجليل. إيه. وينه هلا؟ راح البستان. طيب انا راح الحقه. وين رايح؟ عود افطار. لا لا، لنرجع بنفطر سوا. لنرجع لنرجع. جليل منصور. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. انا فكرت حالي عامل شيء يعني فايق بكير مثل العاده، لقيتك سابقني. ايه شلون الموسم السنه؟ تمام. الله الله. ايه منصور، قل لي انت مبسوط هون؟ اخ يا عبد الجليل، لو حطوا الدنيا كلها بجيبي وقالوا لي تريك هالضيعة، بقول لهم خذوا الدنيا كلها، خذوا روحي معها. شوف هالتراب مثل الحنة، ريحته بخور ومسك. اسمع اهازيجه، اهازيج الصبايا، شبك شبك عبد الجليل. كلامك يا منصور عم بيعطيني قوة لحتى أقدر قام فيها هالدنيا وشرورة. ليش أنت ما كنت هيك؟ مبلا، طول عمري كنت قوي، بس فجأة صرت أشعر بضعف، عم حس حالي لوحدي، صرت عم بنفجع بشغلات كنت دايرها ظهري. ليش؟ ما بعرف. معقول؟ معقول القاضي عبد الجليل يضعف؟ مو معقول ابدا. ايه هاي هي الدنيا. تركنا من الحديث يا منصور. بناتك العرايس وينهم؟ بناتي 3 تجوزوا وما ضل عندي غير ناصر. وابنك ناصر شو عم يعمل؟ ابني ناصر بيعجبك، وصار مدير معهد المركز للكمبيوتر، عم يخرج طلاب بيرفعوا الراس.
قوم افطر قوم. جميل. جميل. ايه. وش ردت؟ لا لا ما في شيء. قوم افطر قوم. يلا هات ايدك. يلا. يلا. عم ختير. نضل عدين هيك لا حول ولا قوة. يا أمي شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ ماما إذا بتريدي اهدي وروقي. طيب أنا برأيي لازم نبلغ مجلس القضاء بغيابه. هلا بكير لسه ما حدا داوى. هلا معقول البابا يكون اختفى لأنه متضايق من يسري؟ أنا ما عملت شيء، أبوكم حساس زيادة. هلا كل اللي عملته وما عملت شيء. إذا بتريد خذ مرتك واطلع برات البيت، بكفينا اللي فينا. سمعني يا خانم اخوكي شرفي. ولك نديم، ولك نديم شو قصتك انت وياها هلا وقت خناياكم؟ لك كلكم رحوا من وشي، طالما بدوروا على ابوكم. يلا شبك يا عبد الجليل؟ يا منصور مشتاق لها العظمة، مشتاق لها الشموخ. تعرف شايف هاد؟ أنا بالنسبة إلي بيمثل الحرية، الهوى. التاريخ مر من هون، الرياح مرت من هون، لكن هو بقي عظيم واقف. تتذكر لما كنا نطلع على عبود نحن صغار؟ هاد كنت دائما اسبق كمبيوتر. انت كنت دائما تسبقني دائما. بس لما اكون معك كنت حس بعشرين قوة واحد بجسمي، اما مع غيرك ما كنت حس ابدا نهائيا. اسمع منصور تذكرك بشغلي. قول. تذكر لما كنا صغار هيك 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 كنا نفصل السيوف والرماح ونلعب انا وياك عرب ورومان. تعال نلعب. أهلاً وليد. شو هالشي ضروري شغلت لي بالي يا رجل؟ عود استناني شوي، في فاكس إجا ضروري أحكي فيه مع يوسف هيك. بس لا تأخر علي. لا رح أطلب لك قهوة. عود. مرحبا أنسة. أهلاً يا هلا. أستاذ عدنان موجود؟ لا للأسف هلا طلع قبل شوي. راح على القصر العدلي؟ لا عنده شغل ثاني. طيب نحن لازم نشوفه ضروري، فيك تقولي لنا وينه هيك بتكوني خدمتينا. مو بس بتكوني خدمتينا، بتكوني خدمتي له لأنه في قضية رح يربح من وراها ملايين.
قال لي اذا في شيء ضروري كثير هو عند يوسف باك النايل، وهي التليفون اذا بتحبوا تحكوا معه. طيب معنا موبايل، فينا ناخذ الرقم؟ انت بتعرفي شيء مكتب يوسف باك النايل هذا؟ شركته اشهر من نار على علم. وهي كرت مكتبه اذا بتحبوا تحكوا معه. تفضل. اي شكرا كثير. يسلموا. اهلا اهلا. بس مين قال له بس يجي؟ ولو نسيتيني انا بجي لعنده دائما، اسمي جميل. اهلا. يا ابو نبيل انت بدي ارجع. يا استاذ ما بعرف، صرنا جايين كثير يعني. ماشي ارجع. امرنا على الله. السلام عليكم. الله معكم. صباح الخير. اهلا استاذ. استاذ جوا؟ لا والله لسه ما اجى. كيف لهلا ما اجى؟ الحقيقه من شوي اجوا اولاده سالوا عني، قالوا انه ما انا امبارح على البيت. شو هالحكي هذا؟ وين بده يكون راح؟ ما بعرف، أنا مشغول بالي عنده كثير. طيب أبو نبيل إذا صار معك أي شيء خبرني. حاضر. سلام. الله معك. يا رائد أنا مو شغلتي هالشغلة الله يخلي لي إياك. أنا شاركتكم بموضوع فهمي لأنه كان عندي أسبابي ومبرراتي. بس أنا مو شغلتي إني أروح أقتل الناس. يا سيدي أخذت إيدك. المرة الأولى دائما هي المهمة والصعبة. يا رائد أنا هذا الموضوع حتى تفكير ما بحب فكر فيه. بس المشكلة إنه البيك رح يتضايق، لأنه قال لي إنه اللي مو معي رح يكون ضدي. شو هالمنطق هاد؟ يا أخي أنا رجل على قدي، كل واحد بيشتغل على قده، أنا مستعد فوت معه بالتجارة والبيع والشراء والمناقصات والمنعنة واللي بيريده هو. 100,000 قصة وقصة، بس ببوس إيديكم عفوني من هالموضوع. ما فيها شيء يا رجل، أنت قوي قلبك شوي. بترجاك يا رائد ساعدني. يا أخي أنا مستعد جيب لكم ناس يقبضوا مصاري ويقوموا بالمهمة على 24، بس أنا تركوني بحالي. بصريح العبارة يا وليد، البيك بده إياك تضل متورط معنا مشان ما يجي يوم يفلت لسانك وتحكي بموضوع فهمي. أعوذ بالله يا رجل، أنا أحكي بموضوع فهمي؟ ما أنا غرقان فيه لرقبتي. أنا خايف إنه البيك ما يقبل اعتذارك. على كل حال أنا بلغتك وما على الرسول إلا البلاغ. أنا واثق أنك رح تساعدني. بحب إلك أنه أنا رقبتي سدادة إلك ورح أرد لك إياها بأحسن منها. أنا مضطر أمشي هلأ لأنه عندي شغل كتير، بس بوعدك نحكي بالموضوع. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ وليد. أستاذ وليد أهلين. كيفك؟ بالحقيقة أنا اتصلت فيك مرتين وما لقيتك. من سوء حظي. لك هذا المحامي عدنان. هذا هو؟ مين هذا اللي بجنبه؟ ما بعرف مين اللي بجنبه. العمى هذا وليد؟ لا لا ولا يهمك، بس الموضوع مشان التنسيق مشان شهادة ورثة فهم السلوري. امرني شو المطلوب؟ بدنا تضمن شهادة خطيبتك هديل. كيف؟ يعني بدنا اياها تقول انه بتعرف انه ابوها باع المحضر ليوسف النايل وقبض كامل المبلغ. طيب رح حاول رح حاول. أستاذ عدنان. بابا وين يا أستاذ عدنان؟ وشو عرفني وين أبوك؟ جاي تتغدى فيي قبل ما تعشى فيك؟ هذا عوض ما تعتذر مني لأنك ما قدرت تنفذ الاتفاق اللي بيناتنا لأنه أبوك طالعك خرقة بالية. روح دور على أبوك. أنت قلت لي بتقدروا تحرقوا الدنيا ببابا إذا ما نقل الإدبارة. بابا من امبارح لهلأ مختفي وما بيّن. أنت شو عم تحكي؟ يعني عم تعمل حالك ما عندك خبر باختفائه. لك يا ابني انت عم تحكي مع محامي مو مع قاطع طريق. واذا كان كلامك صحيح روح دور على ابوك يمكن تلاقيه، لاني انا ما بعرف شيء عنه ابدا. عن اذنك. جميل شو عم بيصير؟ ما بعرف، راح يطق مخي. شو هاي الادباره اللي ابوك بده يوقع عليها؟ واذا ما وقع عليها بده يحرق الدنيا فيه. هلا امشي بعدين بحكي لك. امشي ادخل.
تحياتي يوسف بيك. خير عدنان؟ سمعتكم كنت خلصتوا من رقم واحد. شو هذا الرقم واحد؟ شو هالالغاز هي يا استاذ عدنان؟ دريت ان القاضي عبد الجليل زاهي اختفى من امبارح بعد ما رجع لعاد. شو عم تحكي انت؟ يعني انت ما بتعرف؟ في شيء انا ما بعرفه؟ لا تنسى اني انا محاميك وسبيك ولازم اعرف كل شيء عنك. ماشي عدنان، رح تعرف كل شيء وقته، بس نحن هلا علينا بشغله. 100 مليون ليره سوري يلي هن سبب بنات شركتي سوسن بالصالحيه، وسجلناها اسهم بالشركه عندي ب 150 مليون ليره سوري، والبنايه هلا انحجزت بعد ما اعطيناها الاسهم بيوم واحد، يعني هلا البنايه ولا شيء. لذلك ما في قدامنا غير حلين، الحل القانوني اللي هو بايدك يا استاذ عدنان، وحل الازاله يلي راح يكون بايدي انا. فهمت علي استاذ عدنان؟ طبعا يا بيك اطمن، وانا رح ادرس الموضوع من كافه جوانبه وخبرك، بس بحب اكد لك اني انا لازم اعرف موضوع القاضي. لا تنسى اني انا محامي وبيهمني سمعتي لحتى ما اكون في موقف حرج. خلصنا عدنان، قلت لك رح تعرف كل شبهات والله معك. على اذنك. عرف يا عبد الجليل؟ ها ذكرتني بايام وقت كنا صغار. صلى هذيك الايام. اي والله صلى. تعرف انه كنت غار منك انا؟ لا يا منصور، غار مني ليه؟ شهر ريم. ريم ريم مع عيون الكحيله. شو صار فيها صايري؟ تجوزت وصار عندها 7 اولاد. 7 اولاد ما شاء الله، يعني مثلي انا كمان عندي 7 اولاد. تعرف عيونها مطبوعه بذاكرتي، كل ما بشوف عيون تشبهها بتذكرها. مره من فتره قريبه شفت وحده نفس العيون، فكرت ريم، كنت رح اقول لها. بعدين عرفت انه طبعا مو ريم، بس عيونها نفسهم. عبد الجليل ها ليكون في شيء هيك ولا؟ جميل، شو قصة المحامي؟ يا أمي نحن بشو أنت بشو هلا؟ يا أمي أنا لازم أعرف. قضيت مع أبوك العمر بحياته ما اطلع بوحدة، بتعرف ليش؟ لأنه رجال محترم كبير القدر، بس شو صار له؟ ما بعرف ما بعرف. شو يا هالدرسان طالع معه صاير سنيه؟ هلا يا عبد الجليل انا شو عملت لك لحتى تهني هلا؟ يا امي يا حبيبتي يا ماما، هدول محامين وقضاة بيشتغلوا مع بعض وبيروحوا مع بعض، زملاء يعني ماما زملاء. بعدين انت بتصدقي هالحكي عن بابا؟ بتصدقي؟ هلا خلونا نلاقيه ويحكي مع 100 محاميه، وين المشكله يعني؟ ان شاء الله ما يكون حدا جاي يخبرنا عنه شيء. بعيد الشر يا امي، شو هالحكي هاد؟ في واحد اسمه ابو عبدو بدياك. ابو عبدو شو؟ مين ابو عبدو؟ له علاقه بابوك؟ لا ماما طولي بالك، هذا رفيقي ماما. اهلا ابو عبدو. اهلا نديم. شرف شرف. يزيد شرفك. شكرا حبيبي. جاي ابشرك. بشو؟ حبيبك ابو صياح وافق يشتري المحل اللي جنب محله، ودفع فيه 4 ملايين و200 الف ورقه، ورقه تنطح ورقه. ما قلت لك انه بالحركه بركه ابو عبدو؟ صايب الحركه بركه، بس عطي الخباز خبزه لو اكل نصه حبيبي. إيه لا سيدي لا، يصح له محل بجنب محله بيسوى 1000 من محله ومطل على شارعين. حبيبي اسع، بس اجت اللقمه للثم صرت تتعزز. يلا امشي معي خلينا نتمم معامله البيع والمشترى. يلا حبيبي يلا. هو سعي هلا مو وقتها، بس رزقه واجتنا. يا مو انا رايح. امي
بدي اسالك، ابي لما كان يزعل او يضيق خلقه كان يروح لعند حدا؟ لك يا امي بحياته ابوك ما زعل هيك، ما كان يروح لمحل الا رجلي على رجله. طيب وين بيكون راح؟ ما بعرف، ما بعرف. شو هالورقه؟ مبروك عليك ابو عبدو، نقشت معنا نص مليون ليره اليوم والباقي بكره، شلوني معك؟ الله يبارك فيك يا وجه السعد، على وجهك شفت الخير، الخير كله. ولك لسه ما شفت شيء ابو عبدو، الثقه، الثقه بين الناس هي حقها مصاري، بيع عمرك واشتري ثقه ابو عبدو. معك حق عمي، من اليوم ورايح انت شريكي. وحياة عينك احلى شريك ابو عبدو. انا صار لازم امشي، عندي شويه شغل بالبيت، بدك شيء؟ روح تيسر. الله معك. مع السلامة. دربك خضرة. ما كنت بدك تشوفني؟ انا ما كنت بدي اشوفك، ولا انت ما كنتي تتنازلي وتردي على الموبايل؟ كنت مسكرته بس كان عم يرن طول الوقت. بجوز كنت نسيانته بالغرفة او حتى تحت بالجنينة او الصالون. هلا كوني معي صريحة، قولي لي ليش ما كنتي ترد علي؟ كلهم عم يقولوا انك انت اللي قتلت ابي. شو؟ لك شو قلتي يا هدي؟ كل الناس عم تقول انك انت اللي قتلت ابي. مين هذا اللي ممكن يقول لك هيك علاك؟ انا بتحداك تقولي لي اسم واحد. في ناس كتير حكوا معي بالتليفون، حتى جنائي لما حكت لي بهذا الشيء. في تليفونات جتني من شركة إعلامية ودولية ما عاد تذكر. انت شو عم تحكي؟ شو هالتخريف هان؟ كيف ممكن الجنائية تلمح لك وما في عندها أي دليل؟ كيف ممكن الناس أصحاب النخوة ممكن يقولوا لك هيك كلام؟ ما حدا شاف أبوك لما مات إلا أنا وسميحة. طيب تركنا هلأ من هذا الموضوع وخلينا نحكي بأمورنا. كيف بدك يعني يترك هالموضوع؟ أنت عم تحرقيني من جوا. بتنكر أنك أنت عامل شيكات على تجارة باسم بابا وراح تبعتها؟ كيف؟ وبتنكر أنك أنت وأبي كنتوا حاطين عقارات بالتنفيذ لهدول الناس باسمك وراح تبعتهم العقارات لهي لحسابك؟ انت بدك تجنينيني؟ منين عم تجيبي هالكلام؟ طب فيك تفهمني ليش طالع خلقات؟ ما عادين عم نتناقش. هلا انت عم تناقشيني ولا عم تخنقيني؟ وليد حيرتني معك، اجيت قلت لك بلا نحكي بالموضوع اصريت، حكينا فيه طلعت خلقات. هديل شو بدك بالضبط؟ انا ما بدي شيء. انت بدك شيء؟ اذا بدك تقول شيء انا بساعدك. انا ما رح اقول شيء هلا، بس رح اثبت لك انه هذا الكلام كلياته خطا. قريبا جدا رح تعرفي مين هو وليد. تفضلي خلينا نمشي. صدقني يا عمو، حتى عنا هون بالضيعة يعني أنا والشباب صرنا ننفذ أعلى البرامج على الكمبيوتر. وعمو التكنولوجيا شو بدها؟ بدها شوية فهم مع إرادة مع تركيز. صحيح. ولما بنمتلك هالأشياء كلها عمو ما بقى بينقصنا شيء بنوب. ما شاء الله. شو هالولد هذا؟ شيء عظيم. بعدين تفكيره سليم كثير. الله يخليك يا عمو. بعدين رح أقول لك شغلة عمو، هي من الأولويات يعني فهم التكنولوجيا
ووجود مراكز الابحاث بيخلينا نفهمها جيدا وفينا نوازي الدول المتقدمه بالحضاره والعلم. اي صحيح حبيبي، بس نحن ضمن حرب كبيره، منها محاربتنا عن طريق عدم امتلاكنا للتكنولوجيا، لذلك ما بظن انه يسمحوا لنا نعمل يعني مراكز تكنولوجيا متقدمه. مو على كيفهم عمو، مو على كيفهم، هذا الشيء نحن لازم نقرره. نحن منقرر امتى بنفهم التكنولوجيا وامتى بنتعلمها، انه رضيوا ولا ما رضيوا. بعدين مثل ما بتعرف عمو، هذا العالم ما بيعترف غير بالقوه، ونحن لازم نكون اقوياء. ومثل ما بتعرف العلم هو طريق القوه الوحيد. صحيح، العلم هو طريق القوه، وبالقوه تقدر تفرض العدل. افكارك جميله وواعيه. شكرا لك عمو. عمو اسمحوا لي استاذن انا لانه فتح دوره التعليم وفي طلاب عم يستنوني. خذ راحتك حبيبي، ولو نحن شغلناك. يلا بخاطركم، مع السلامه. مع السلامه. شو رايك بناصير؟ لك هدول املنا تبع المستقبل هدول. طيب انت ليش ما ركزت على اولادك يا ابو جميل؟ انا بعتقد بانه هي مسؤوليه امينه كانت. انت بتعرفها منيح. امينه انسانه مثقفه وواعيه. اول ما تزوجنا تفهمت انا وياها على اصول تربيه الاولاد بالشكل المستقيم والواعي. فجاه لقيت ان الامور سايبه. ما بعرف شو اللي صار. لا تقل لي انه ما لازم اعتمد على امينه. امينه زوجتي. اذا انا ما اعتمدت عليها معناتها عم استغني عن نص الدنيا. انت عم تبرر لانه نسيت اولادك وبيتك. شو بدك يعني راقب؟ راقب اولادي بالبيت وبالمدرسه وبالحاره وعواطفهم ونزواتهم وقراءاتهم وتلفزيونهم وكل شيء، لحقهم بكل لحظه وكل دقيقه؟ معقول هالكلام؟ طب انا انسان كمان، انا عندي مسؤوليات، عندي مسؤوليات جباره، يعني لازم اكون 20 بني ادم حتى لحق لكل هالمسؤوليات. شو صار؟ شو؟ احكوا امي وينه؟ ما بدكم تعرفوا، ما هيك في شيء؟ يا امي ما في مكان ممكن يروح عليه الا وسالنا فيه. عبد الجليل راح، راح من ايدينا عبد الجليل، ما بقى فيه. يا ربي دخيلك وينه؟ وينه يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك. يا جماعة يا جماعة، أنا متأكدة إنه بابا عنده مشكلة، بكرة رح يرجع صدقوني. يا ماما ما في بني آدم ممكن يطير ويختفي هيك. بس أبوكن اختفى، أبوكن اختفى، أبوكن اختفى. نادين خلص ماما حاج تبكي. خلص ماما الله يخليكي، ريحي حالك.